برضه عشان الارقام خليني اقول لكم شويه حاجات كده. الاهلي في افريقيا والافرقاسيوي جايب 107 جايب 507 هدف، 507 هدف. هدف وليد سليمان النهارده كان رقم، الهدف الاول لوليد سليمان كان رقم 500 في بطوله افريقيا بشكل عام. الاهلي في الافرقاسيوي وافريقيا 507، لكن في افريقيا بس الاهلي في الافرقاسيوي جايب 4 اهداف وافريقيا بس 503، فلو ضفت الاثنين على بعض يبقى 507. بس هدف وليد سليمان النهارده كان هدف رقم 500. الهدف الاول طبعا في بطولات افريقيا كان جابه كابتن محمود الخطيب في 11 يونيو 76 مع مولوديه الجزائر، اوكي. المباراه انتهت 1-0. الهدف رقم 100 جابه حسام حسن في شباك الاسماعيلي. على فكره الاسماعيلي النهارده خسر 3-1، وممكن يبقى حمزه الجمل هو المدير الفني الجديد للاسماعيلي، ممكن. الهدف رقم 200 جابه علاء ابراهيم في فيتالو اللي هو بطل بروندي. الهدف رقم 300 جابه عماد متعب في مرمى شباك اسك بطل كوديفار في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2006. دي في البطولات كلها سيد، في البطولات يعني كلها. ابطال كؤوس وكل كله. الهدف رقم 400 جابه احمد عبد الظاهر في شباك توسكار الكيني. الهدف رقم 500 جابه وليد سليمان. لا الهدف 500 وليد سليمان النهارده. النهارده اوكي صح. طبعا الهدافين كابتن محمود الخطيب 37، صح ماشي كده انت مش زعلان ولا حاجه. كابتن محمود الخطيب 37، محمد ابو تريكه 32، عماد متعب 28، ومحمد بركاته فلافيو مظبوط، محمد بركاته فلافيو حسن 18، حسام حسني 11. لا يبقى كده قال لك حسام حسني 12، انت قلت لي 11. في هدف جبته انت مش حاسبه بتاع كان في السوبر الافريقي كان قصاد طيب مش محسوب. طيب على العموم يبقى في البطولات كلها الاهلي جايب 507 هدف، سواء كانت ابطال افريقيا ابطال الدوري في افريقيا او ابطال الكؤوس او الكونفدراليه بكل مسمياتها. الاهلي جايب 507 هدف بالافرقاسيوي، لو شلنا الافرقاسيوي يبقى الاهلي جايب 503 هدف. طبعا النهارده واكثر وصولا للدور قبل النهائي 15 هدف، طبعا يعني كنا نعملها ليله سعيده على كل اهلاويه وهي بالطبع كده وبالفعل كده، لكن طبعا تبقى وفاه كابتن عادل هيكل محجمانا شويه بالتاكيد يعني، فعشان كده. لكن في النهايه طبعا الاهلي قدم مباراه رائعه جدا جدا وممتازه جدا جدا جدا. كابتن اسامه